اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعي قناه خليفه الغزالي، ان شاء الله ما تنساوش نهار الجمعه على الساعه 8 كما عودناكم غادي يكون هذا الفيديو هذا 30 لوح شمسي ديال 560 واط، لابون بيميرجي 15 حصان، عمق البئر 160 متر. ان شاء الله هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا التفاصيل ديالو كلها طاباري طاب من مدينه سيدي قاسم، وكميه الصبيب ممكن انها توصل ل 20 طن في الساعه.